رياض عملنا نشطنا سمعتوا أجواء الفلك إن شاء الله تكون إيجابية مثل ما كانت عم تخبركم سحر. هلأ طالما أتينا على سيرة الإيجابية بدنا يعني شيء يحفزنا، أوقات حالات معينة، أوقات أشخاص معينة ملتقى فيهم بحياتنا بحطهم ربنا بطريقنا حتى يعطونا هالموتيفيشن. كرمل هيك نحن وياكم رح نرحب بضيفتنا، قلنا بالعادة نستقبلها عبر سكايب من دبي، هالمرة رح بتكون معنا لايف بالستوديو. هسميك دانيال، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك بيوم جديد. عم بتذكريني قلتي لي اول لقاء معي بالاستوديو صراحه على يعني هالضياع اللي عشناه بهالسنتين بفعل كورونا بطلنا عم نركز. اليوم حاسس انه هي اول مره بلتقى فيكي فيها لايف. لا، اول مره بي او تي في كنت ضيفتك. خير ان شاء الله كان وجهي حلو عليك. اكيد عظيم. وهلا بدنا وجهك يكون حلو علينا، لا مثل ما كنت عم بحكي الصبح مع المشاهدين انه بدنا طاقه ايجابيه، وقلت لهم رح كون صادق معكم والابتسامه على وجهي هي فيك، بس عم مرن حالي انه هيدي الابتسامه اذا ضل رسمها حتى لو كانت كذبه شوي 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 رح تاخذ مني ورح بتصير حقيقيه بتشبهنا بايام العاديه، وان شاء الله هيدا الشيء بينعكس عليهم. بس اذا بدنا ننطلق من فكره معينه لنرجع نستمد هيدي الطاقه الايجابيه ونحفز حالنا، من وين منبلش؟ من اي نقطه؟ اول شيء قليل الابتسامه بتعدي. يعني اذا هلا انت ابتسامتك عم تعمل افورت تبتسم، هلا اخر الحلقه رح تكون مبتسم من جوا. لا بلشت رح اعديك اتحسن على فكره. اوكي، الموتيفيشن اللي هو الكلمه بتجي من لاتين وورد موفير. موفير يعني تحرك. اوكي، يعني الموتيفيشن هو الشيء بيحركنا تا نوصل على هدف معين. هيدي التيوري تبعيتها. إذا بدنا نبسطها أكثر، أنا بقول الموتيفيشن هو الجواب على السؤال ليه عم بعمل يلي عم بعمله؟ Why I'm doing what I'm doing؟ الجواب هو يلي بخليني أكون موتيفيتد وضلني أتقدم بالحياة. هلا الأشخاص بين شخص وشخص ثاني ممكن يكونوا موتيفيتد بطريقة مختلفة. يعني ممكن الشخص يكون موتيفيتد مثلا بالمصاري، ممكن يكون بالعلم، ممكن يكون بالمساعده، ممكن يكون بالسلطه، ممكن يكون باستعمال الباور. كل شخص منا بيكون موتيفيتد بطريقه مختلفه، واكيد كل شخص منا بيعرف حاله شو اللي بالحياه بيخليه موتيفيتد. يعني اذا انت شخص كثير باشن بشغلك اكيد بهمك كثير تتقدم، صح؟ واذا شخص مثلا بهمه كثير المصاري، ما بهمه كثير الكارير، بهمه اكثر انه يكون معاشه اكثر، يعلي رصيده. اكيد. كل شخص بيكون موتيفيتد بطريقه، وهالشيء كمان بنطبقه بالشركات. يعني بنعرف كل موظف كيف في انا خليه يتحمس اكثر بشغله، يمكن بزيد له معاشه، هيداك يمكن بقول له انت قائد منيح، هيداك بقول له انت السنه الجاي رح تكون مدير. يعني كل شخص له طريقه تقدر تموتيفيت. بس الموتيفيشن ان فاكت من وين بتجي؟ هل هي بتجي من الداخل او من الخارج؟ هن الاثنين، بس شو الاقوى برايك؟ المفروض تكون من الداخل. من الداخل هو هيدا الجوهر، هيدا السر، لانه كل شيء بيجي من برا ممكن يحط علي بريشر وستريس، لانه بدي لبي شيء، بدي اعمل شيء تارضي حدا، ما عم بعملها لانه انا من جواتي حابه هالاستقلاليه، حابه اوصل على اهدافي بالحياه. طيب اليوم اذا اخذنا الوضع اللي نحن عايشينه منجرب نبعد عن هيدا الوضع، بس ما فينا، يعني هيك بتحس حبال عم ترجع تشدنا انه تعا كل كف وعا، ما تحكيني نظريات وما تحكيني خارج كوكب الارض، احكيني واقع. الناس اليوم عم بتنام على سعر دولار، بتقوم على سعر دولار تاني. اليوم قالوا لي بال 14,000 ونحن حنين هالكالكوليتر، كل ما بيطلع الدولار بنحسب معاشنا على لبنان اللي هو نص معاش على ال 1005، قد ايه بيصير يعيب الشوم؟ صرنا تحت ال 60 دولار. يعني بين ال 70 وال 60، انه لوين رايحين نحن؟ وحالي وحالي كتار من الناس هيك عم نفكر، واخر الشهر بيقولوا لك شيء بلا 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 كهرباء، بلا ضوء، اصحاب المولدات، عن جد في اشياء. لاحظت كيف تغير تعابير وجهي؟ بتعرف هلا انا عم بيقولوا لي انت جاي من دبي معك دولارات، قلت لهم جمله، قلت لهم اول شيء بدبي ما بيوزعوا الدولارات على الطريق، ثاني شيء بدبي بدك 2000 دولار بس تدفع اجار، ما بنطلع نحن، ما بيقولوا مصريات دبي لدبي هيدي من زمان وجاي، بس كمان نحن ما بنطلع شو عنا، دائما بنطلع شو ما عنا. واذا عن وضع الحالي، اذا نحن عم نغرق بالبحر شو بنعمل؟ ما بعرف اتسبح،
يا بدي اغرق وبدي موت، يا بدي اعمل افور ضلني اتصفح بحدا بشيء لانه بخش باطلاق اطريا. اوكي سو ما فينا نضلنا نحكي انه نحن هلا بهالوضع بهالوضع. وبعدين شغله بس مع مخارج الموضوع الموتيفيشن، اذا هلا انا وياك هون عم نشم ريحه غاز وقلنا للمخرج انه في ريحه غاز وهو عارف شوي شوي بده يقتلنا، كل شوي عم بيرش برفيوم اليه، انا وياك بنرجع بنشم البرفيوم بنرجع بننسى الموضوع صح؟ بعد فتره بنحس انه البرفيوم ما بقى عم بياثر وبنموت، مين المسؤول؟ مخرج لوحده ولا انا وياك كمان؟ كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين. فاخر الطريق ما فينا نجي هيك ونحكي ونصري، خلينا نشوف وين كانت مسؤوليتنا من الاول. شو الشيء اللي كان موتيفيتنج اس؟ كانت الانترست بالبنوك كانت عم بتشجعنا نستمر بالحياه. يعني ما فينا نتهرب عن مسؤوليتنا ونجي اخر الطريق نضرب راسنا بالحيط ونقول ليه عم بيصير معنا هيك. طيب هيدا رايي الخاص. كنت عم بتقولي انه في من الداخل ومن الخارج. صح. والاهم من الداخل. كيف فينا نعزل حالنا عن الخارج حتى نقدر نطلع الطاقه الايجابيه اللي فينا من الداخل ونبلش نحصن بالصاد، نحصن حالنا لنقدر نكون حصن للآخر اللي عم بيشوفنا؟ لأن مثل ما قلتي قبل شوي حضرتك الابتسامة بتعدي. صح. كمان التفاؤل بيعدي، الإيجابية بتعدي، والسلبية بتعدي، والسلبية بتعدي أكتر بشكل أسوأ كمان. أكيد. رح أعطي فورميلا كتير بسيطة طالما أكون هيك عم بحكي فلسفة. سبب أهم شيء هو بنحكي أول شيء شو السبب يلي عم بيخليني فكر بموضوع معين. إذا ما رح ذكر حالي بالسبب الأساسي رح ضيع. أنا بالنسبة لي أهم سبب على كل هدف بدي أوصله هو وجودي بالحياة. أنا موجودة عم بتنفس عايشة، هيدا سبب قوي وكفاية تأنا أوصل لهدفي. تاني شيء الطاقة كتير مهمة إلي. نحن شو بنعمل بهالكوارنتين؟ كنا بالبيت، العالم دايما بتقول انا عم باكل كثير وما عم بعمل اكزرسيز وما عم بنام منيح وعم بسهر. طيب ما هول كلهم بياخذوا من طاقاتنا، النيجاتيفيتي بتاخذ من طاقاتنا. هون بس قلي مين المسؤول عن طاقتي؟ انا صح؟ في حدا عم يجي عم بيقول لي هسميك كل كثير، هسميك شربي كثير، هسميك ما تعملي سبور، هسميك ما تنامي سهري وحضري نتفليكس وحضري هيك؟ لا. طيب لكن انا مسؤوله عن طاقتي، لكن السبب بلس الطاقه. بعدين بنحكي بالانجليزي هي الفورمولا تريبل اس، سمبل سمول ستيبس، يعني خذوا خطوات بسيطه وصغيره. ما في هلا بهالوضع كبر خطواتي لانه في فاكتورز من برا ما بيخلوني انا اقدر اخذ خطوة أكبر لأنه عندي كتير تعقدات ومش عارفة حالي، مش بإيدي أنا ما فيي حلها. خليني عقدي اخذ هول الخطوات. ليش؟ لانه اذا خطوه صغيره وقدرت اوصل لهدفي رح كون موتيفيتد صح؟ رح كون محمسه اكثر لانه أكيد. قدرت اقطع مرحله صغيره. ولكن السؤال وهدفي تا اليوم اعطي هالمسج، هل الموتيفيشن بالحياه كفايه الي لوحده؟ لا، بتترافق المفروض مع عده عوامل ثانيه. اكيد لا، وانا ضد الفكره انه بنطلع بنقول يس إلي انت فيك تعمل هيك، انت عندك القدره، وبصير حمسك وحمسك وحمسك تطلع على الطريق بدك تمشي اوبس ما فيك. ليه؟ لانه في شغلتين كثير مهمين مع الموتيفيشن، هن المايند سيت، العقل. قد ايه العقل جاهز؟ قد ايه العقل مستعد لكل الاحتمالات؟ قد ايه العقل واعي؟ قد ايه بيعرف حاله هو عنده هالقدرات تيقدر يواجه كل هالاحتمالات اللي موجوده، كل هالتحديات اللي رح واجهها؟ سو عقلي مفروض يكون جاهز. والعقل يعني احتمالات. تاني شيء الموتيفيشن كتير مهمة دايما ذكرها حالة، مثل ما قلت هدفي بالحياة، هالواي يلي منسميها شو الواي تبعيتي بالحياة. ولكن إذا أنا أوكي عقليا جاهزة ومحمسة ونزلت على الطريق، كمان ما بعرف شو بدي أعمل، ما بنجح، ليه بفشل؟ لأنه ما بعرف الطرق، ما بعرف الميثودز، مش رسمين الخريطة. ما ايه في شي ناقص. مش بس الحماس بيساعد بالحياة، في عدة عوامل هن المايند سيت والموتيفيشن والميثود، الطرق كتير مهمة. إذا هول التلاتة ما تلاقوا سوا ولا ممكن تقدر توصل لحيال لهدف بحياتك. بيقدر الإنسان يعني إذا كان عنده هيدي الموتيفيشن يحط ورقة وقلم قدامه ويحط اهدافه، يحط اولوياته ويرسم طريق، يعني هيدا الهدف توصل له مش هيك على البلاش. يعني بدنا نسعى بنشوف الطريق تنوصل له. أكيد. ممكن نغير باهداف
ننجح، لان قلتي كمان ما فينا نوسع كثير البكار، لان اوقات بنصطدم بكثير بعرائيل، وبتصور يمكن الشوك بتكون مأزية اكثر من الايام العاديه، لان نكون طالعين هالقد بالون منفوخ صح، ومن اقل شغله بننفس. قد ايه مهم انه نعمل هيدي الشغله، هيدي الجرده بيننا وبين حالنا؟ هيدا كل يوم لازم نعمله، نمرن حالنا نعمله، هيدي ستراكتشر. يعني انت اليوم حتى بتجي عندك برنامج، عندك ضيوف صح، ما بتراجع مثلا مين ضيوفك شو المواضيع صح، كل يوم اكيد بتتابع هالموضوع. طب ليش ما بتعمل زيت الشيء بحياتك الخاصه؟ ليش بشغلنا نحن كثير منظمين، بنعرف مواعيدنا، بنعرف شو لازم نعمل، بس نحن بحياتنا واهدافنا الخاصه طموحاتنا ما عندنا هالاجنده وما بنتابع الموضوع وما بنحاسب حالنا؟ ليش؟ ليش دائما مركزين على الكارير ومش مركزين على الهابينس تبعيتنا وشيء المفروض يكون لنا؟ عرفت؟ سو كرمال هيك اللي قلته لازم نعمله كل يوم، كل يوم لازم نقعد ونراجع حالنا ونحاسب حالنا، ما ننطر حدا يحاسبنا، لانه اذا انت بتحاسب حالك ما بتعطي مجال لحدا تاني يحاسبك، لانه انت عم تعرف حالك شو عم تعمل. يمكن هسميك هيك باسئلتي عم باخذك شوي عن الموضوع اللي جاي تحكي فيه اساسا، بس حابب استفيد من حضورك لانه لايف كمان نتفاعل اكثر. بفتره راس السنه يعني عم نودع سنه ونستقبل سنه، سالتهم على الهوى خبروني شو صار معكم اشياء حلوه بهيدي ال 365 يوم، ليش في اشياء حلوه في كذا كله 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 نق كله رحنا على الطاقه السلبيه. انتفضت، قلت لهم معقول ب 365 يوم بدكم تقولوا لي انه كلكم عايشين بكي وداون واحباط، ما حدا انبسط منكم؟ ما حدا يمكن بشغل التقى بحدا من افراد عائلته او باكله او بشغل اشتراها حتى لو كان حقها 1000 ليره ما انبسط فيها؟ ما فينا نلغي هيدي الايجابيه اللي يمكن هلا انا وياكي بنهارنا هلا بلمس ايجابيه، بعد شوي برجع باخذ سلبيه من شخص ثاني، يمكن اذا كنت مفول ايجابيه بقدر انا اعدي بكون صد منيع لإله. بس بدها لك هي كثير هينه، بس نحن ليش البني ادم مصر يكون نيجاتيف؟ ما بعرف يعني بايدنا؟ ايه، لانه احيانا اكزرسيز نعملها، مثلا سالت زملائك انه شو حلو شيء صار معي بهالسنه، معقوله ما صار شيء؟ سالت المشاهدين. اوكي، انا بقول نحن كل يوم بيصير معنا قصص حلوه، كل يوم. اذا في اكزرسيز دائما بقول اعملوها افري نايت، انتم قبل ما تناموا خذوا ورقه وقلم، اكتبوا ثلاث قصص بسيطه صارت معكم يو ار جريتفول فور، يعني انا بشكر انه صار معي هيك. انا اليوم كثير مبسوطه انه انا معك لايف ومش على الانترنت، لانه انا بحب اليومن انتر اكشن، بحب هالتواصل. طيب انا I'm happy for this. هي أمور كتير بسيطة بس بتخلينا نفكر فيها ونبتسم ونقول عن جد كان نهاري حلو. إذا بنعمل هالإكزرسيز 30 يوم، وهيدا دراسة عملوها بستانفورد يونيفرسيتي، ل 30 يوم أخذوا أشخاص قالوا لهم ثلاث أمور بسيطة كل يوم بتصير معكم بتخليكم تحسوا إنه أنتم ثانكفول لهيدا النهار، اكتبوهم. بعد 30 يوم نسبة الأشخاص يلي كانوا سعداء أكثر بحياتهم اكسيدت 50%. طب ليش ما بنعمل هالاكزرسيز؟ ليش بدنا نطلع دائما برات برا تنلاقي السعاده او تنلاقي هالبيس؟ في قصه هيك اتس لايك ميثودولوجي، الاله وقتها كان براهما، قال كان بيؤمن انه كل انسان هو اله، هيدا كان البيليف تبعيتهم. ولكن البني آدم بوقتها استغل القوة الإلهية وصار كل واحد بده يتصرف بطريقة منا منيحة، فهو عصب وقال إنه خلاص بدي أخذ منكم هالديفاين باور بنسميها، ولكن كان محتار وين بده يخبي هالديفاين باور. صاروا يلي بيساعدوه قالوا له خلينا نخبيها تحت المحيط البحر، قال له لا، الانسان ذكي ممكن يلاقيها. طب خلينا نخبيها بالجبل، قال لهم لا، الانسان دائما عنده هالفكر الكبير ممكن يلاقيها. قال له بتعرف وين لازم نخبيها؟ قالوا له لا، جواتهم. لانه الانسان ما راح يفكر وما عنده هالوعي الكافي انه يلاقي هالباور جواته، راح دائما يفكر انه هي موجوده برا، وراح يضل يفتش عنها وين هالديفاين باور، وين هالديفاين باور، تا يقدر هو يستغلها ويستعمل هالقوه.
مزبوط معه حق، نحن كتير أمور موجودة فينا من جوا بس ما منلاحظها، دايما بدنا من برا، دايما نتطلع لبرا، ننسى أنه نحن جواتنا في جوهر كتير كبير بس ما بنعرف نستغلها بطريقة مزبوطة. يمكن حسب مفهومنا للسعادة كمان. أكيد. ما هيك؟ يعني في أشخاص إذا بتلاحظي، يمكن اليوم ما عم بعمم فيك هيك كمان تعطيني من خبرتك، القاسم المشترك السعادة كأنها هي بالمال، لأن نحن قصة الدولار ارتفاعه هي اللي عم بتكرسحنا وهي اللي عم بتقعدنا، لأن في خوف على المستقبل، كيف بدنا نكفي؟ كيف بدنا نأمن يعني أبسط مستلزمات الحياة؟ اللي مزوج عنده أولاد كيف بده يكفي مع أولاده؟ اللي عنده قسطات، اللي عنده، وكأنه السعادة مرتبطة فقط بالمصاري، والمصاري اليوم تتمثل بسعر صرف الدولار اللي بننام على 12,000 بنقوم على 13,000 14,000 ما بعرف وين بنوصل، بالوقت اللي أوقات السعادة بتكون أبسط من هيك بكثير. إلي بس تأكد لك اللي عم بتقول عنه، نحن باللوك داون ضلينا بالبيوت صح؟ نحن قبلنا كيف منعيش حياتنا؟ دايما بنظهر بنسهر مطعم، دايما برات البيت برات البيت برات البيت، ولا مرة فكرنا أنه نحن ممكن شي نضل بالبيت، بس ضلينا بالبيت صرنا نلمس أمور ما كنا أبدا عم نلاحظها، وأنا مؤكدة أنه كتير منا صاروا يلاحظوا أمور معقول مثلا أنا كان هيدا بالبيت موجود، أو معقولة مثلا أمي كانت تحكي هيك، يعني أمور كتير بسيطة ما كنا أبدا نعطيها اهتمام لأنه نحن كتير مشغولين بالحياة برات البيت برات هالجو، بس قعدنا بالبيت باللوكداون لمسنا قصص حلوة كتير نحن ما كنا عم نعيشها. وقبل سنين لورا إذا بنرجع ما كان في سهرات وما كان في هالأمور، العالم كانوا عايشين هيك، ما كانوا سعداء بحياتهم، كانوا كلهم مزربل، نحن بس اللي كنا عارفين نعيش نظهر ونسهر وننبسط ونسافر. أكيد هول فيهم سعادة وأنا من الأشخاص اللي بحب أظهر وبحب سافر وشوف العالم، بس مش معناتها انسايد او جوات البيت او انا جواتي ما في هابينس. اذا انا مني حالي مني مبسوطه مني بس عم بتطلع على المرايه ما عم شوف حالي سعيده، شو ما عملت شو ما جبت لي وشو ما سافرت رح ضلني ما رح اكون سعيده. هي كل شيء الجوهر من جواتنا، بس خلينا نعطي مجال لحالنا نعرف حالنا اكثر، نكتشف حالنا، شو الشيء اللي بيخليني اكون موتيفيتد، شو الشيء اللي بيخليني اكون سعيده. انا باكد لكم منا المصاري هي أكثر وأكبر بكثير من الأمور اللي نحن بنلمسها. إذا بدك تتركي لهم فكرة هيك يناقشوها بينهم وبين حالهم، وأنا كمان بخدها للمناقشة، شو بتقولي لهم للمشاهدين؟ رح أقول إنه في مثل بيقول الحصان فيك تاخده بالقوة على النهر، بس الحصان ما فيك بالقوة تشربه مي. يعني كل شيء انا ممكن موتيفيت يو اعطيك هالحماس واقول لك الي يلا جو فور ات فيك توصل، بس اذا انت ما بدك الي شو ما عملت شو ما عندك كل هول الموتيفيشن من برا ما راح تعمله. فالمسج بقول انه اوقات نحن بنكون واقفين على خيالنا وعم نشوف اسود وننسى انه هيدا خيالنا، طب ما تطلعوا لهونيك تطلعوا غير محل. ما عم كون هيك عم بحكي ماني عايشه بلا لا لاند، يعني عايشه لا هي الاراده بتلعب دور كثير كبير، بس ما فينا مثل ما قلت اذا انا بالبحر وعم بدي اغرق بدي اعمل المستحيل تكفي، حتى لو ما بعرف اتسبح هونيك بتعلم السباحه لانه عندي الاراده تعيش وكمل حياتي ان شاء الله. يعني كل شخص هيك بطريقه بيلتقى بمين يعطيه هيدا التحفيز هسميك لا يقدر يستعيد سعادته ولو بأشياء كتير بسيطة، ومن خلالها ترجع تقوى الإرادة عنده أنه أي أنا بدي كفي بدي أرجع أوقف على إجري شو ما كان الوضع، ويعني أتكيف مع اللي نحن فيه. ومثل ما قلت الأحد على الهوى لما كنت بيوم جديد، عندي إيمان أنه ربنا ما بيترك حدا، ومثل ما كان يقولوا لنا جدودنا ما في طلعة ما في يعني نزلة إلا مقبيلة طلعة وإلا ما هنالك، وبعد النفق المظلم بدها تجي هيدي الفسحة البيضة ويرجع الأمل وترجع الطبيعة والدنيا تزهر. ما بعرف إذا هودي بنضحك فيهم على حالنا على عقلنا على عقلنا الباطني حتى نصدقهم من جوا، بس مضطرين نستعمل كل هيدي المصطلحات كل هيدي المفردات حتى نرجع ناخذ اكسجين. بس شو اللي بيعمل الفرق لي؟ كل هول الاعتقادات عنا اياهم كثير حلوين بس ما فينا بس نفكر فيهم، الاكشن اهم شيء. مثل الحصان يعني حطيناه بقلب النهر هو ما عم يشرب مزبوط بدنا نشرب صح
لازم كلنا نكون احصنه. هلا خبرني اول شيء كيف عم تبتسم هلا من قلبك؟ انت بتعرفي من نبره صوتي اكيد ومن توناليتي تبعي تغيرت والاندفاع والتفاعل. هسميك دانيال تانكيو لك. بذكر حضرتك مدربه حياه ومتخصصه بالسلوك البشري والبرمجه اللغويه العصبيه. ان شاء الله بنربحك بلقاء ثاني قبل ما ترجعي على دبي. اكيد اهلا وسهلا فيك. ميرسي مشاهدينا.